بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق. أسأل الله جل وعلا أن يخلقني وإياكم بخلق رسول الله وأن يؤدبنا بأدب رسول الله، اللهم أمين يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله هناخد خلق جديد من أخلاق الإسلام ومن هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق الغيرة، مش الغيرة بالكسر، لا، الغيرة بفتح الغين. الغيرة نوعين، غيرة محمودة وغيرة مذمومة، غيرة يرضاها الله وغيرة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. ربنا بيغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. لذلك عرف العلماء الغيرة وقالوا: كراهة الرجل اشتراك غيره فيما هو حقه. إن الواحد يكره إن واحد يشترك معاه في الحاجة اللي هي بتاعته فيما هو حقه. يعني بالبديهي وبالفطرة وبالطبيعة الإنسان يغار على أهل بيته، يغار على زوجته، على أخته، على ابنته، على أمه. دي حاجة بديهية، حاجة بالفطرة، الفطرة السليمة. فالإنسان لا يرضى أن تمتد عين أحد إلى محارمه. لذلك ربنا يقول لسيدنا النبي في القرآن الكريم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالغيرة المحمودة إن الواحد يغار على عرضه، يغار على أهله، يغار على الله، يغار على حرمات الله أن تنتهك، يغار على سيدنا رسول الله. ده هنبينه في صور الإيه، في صور الغيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يغار والله أشد غيرا. يعني ربنا كذلك يغار على عباده. طيب، الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة بيعرفها لنا العلماء إن المحمودة هي الغيرة الممدوحة التي يحبها الله، اللي هي ايه؟ اللي هي ان تؤتى معاصيه. ان واحد ياتي معاصي ربنا سبحانه وتعالى، وان واحد ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، ربنا بيغار. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، امال ايه؟ كان يغضب اذا انتهكت حرمات الله. لو واحد انتهك حرمة من حرمات الله كان سيدنا النبي يغار ويغضب ويحزن صلى الله عليه وسلم. فالغيرة المحمودة ان انت تغار ان حرمات الله تنتهك، ان واحد يعصي ربنا سبحانه وتعالى، ان انت ترجعه عن المعصية، تقول له ارجع عن اللي انت بتعمله، ارجع عن معصية الله، ابتعد عن هذه المعاصي وعن الذنوب وعن الأثام، وخليك ماشي على درب سيدنا النبي وعلى نهج سيدنا النبي. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو بتحب النبي هتغار على سنة النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إيه بقى الغيرة المذمومة التي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ اللي هي سوء الظن والعياذ بالله، الغيرة اللي فيها ريبة، اللي فيها شك، واحد شديد الشك، واحد يسيء الظن في كل الناس، ده غير مطلوب انه يبقى غيرة، لان دي غيرة مذمومة لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم
أحيانا لأم المؤمنين عائشة ويقول غارت أمكم، فكانت تقول له ولمثلي أن يغار على مثلك يا رسول الله، ليه ما كنش أنا بغير عليك يا رسول الله وأنت خاتم النبيين والمرسلين وأنت حبيب رب العالمين. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمزح معها ويقول غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. دي الغيرة المحمودة، إنما الغيرة المذمومة اللي بتكون متبوعة بالريبة بالشك بسوء الظن فابتعدوا عنها لأنها مخالفة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني. صلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل عن الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة، وعايزين نركز على صور الغيرة. إيه هي صور الغيرة؟ الغيرة لله سبحانه، والغيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، والغيرة على أهلك وأقاربك. غيرة الرجل على أهله وعلى محارمه، وإحنا مطالبين إن إحنا نغار على أهلنا، أي أن يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره. وده يا إخوانا لابد إن إحنا نركز على عدم الاختلاط، الاختلاط الزائد عن الحد. الاختلاط يفسخ كل رباط، لا تترك الحبل يعني على الغارب. والإنسان يعني لابد أن يتقي الله في زوجته، في بناته، في أخواته، لأن أنت هتسأل عن زوجتك وعن بنتك وعن أختك، كنت أنت المسؤول عنها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كذلك الغيرة لله أن تنتهك محارم الله، إن واحد بيعصي ربنا قدامك تنهاه عن فعله وأن تقوم بزجره عما يفعل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. ماشي في طريق ولقيت أولاد شباب بيسبوا الدين لبعض، كلمهم، علمهم إن ده خطأ، علمهم إن اللي أنتوا بتعملوه ده، الكفار لا يسبون دينهم. بتسب دينك إزاي؟ يعني يشتمون بعضهم بألفاظ قبيحة قادشة للحياة. قل له يا ابني ما تعملش كده. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. قال له إزاي؟ قال له بيسمع الشتم أو السب ويرضى بهذا السب، فكأنه هو اللي سب أبوه وسب أمه. الغيرة لله أن تنتهك حرمات الله، أن يبارز الله بالمعصية، فيبقى عندك غيرة لأجل الله سبحانه وتعالى. الغيرة لسيدنا رسول الله، أي واحد يتطاول على مقام سيدنا النبي تغار على النبي، تدافع عن النبي بأقوالك بأفعالك. وأعظم دفاع عن النبي أن تتخلق بأخلاقه. ربنا بيقول له وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقه علت فوق الأخلاق العظيمة. شفنا اللي عمل رسوم مسيئة للنبي، وشفنا اللي تطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال المتطاولون يتطاولون. ويكفي أن الله قال في القرآن لسيدنا رسول الله إنا كفيناك المستهزئين. مش عايزين نقف مع اللي بيسخر من النبي أو يستهزئ من النبي، ومش عايزين نذكر اسمه أمام الناس عشان ما نعملوش قيمة ونعمل له قدر. هو إنسان يعني مطموس الهوية لا يعرفه أحد. يا من أسأت بقول في مشفعنا، شلت مدى الدهر والتاريخ كفاك، كيف اجترأت على خير الورى سفها، قد بؤت بالخزي ظلاما وأفاك. إن الرسول لنور الكون أجمعه، لكن تعامت عن الأنوار عيناك. سيدنا النبي نور، ربنا بيقول في القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو النبي، والكتاب المبين هو القرآن. إيه ذنبنا
ان انت تعامت عيناك عن انوار رسول الله ولم تبصر الانوار المحمدية ولم تطلع على الاخلاق المصطفوية، انت مسكين وانت لا تساوي عندنا شيء يا من اسأت في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نغار على سيدنا النبي وندافع عنه بالقول وبالفعل وبالسنة وباتباع نهجه وهديه صلى الله عليه وسلم. شوف بقول لك ايه في القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة الحب الاتباع، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. وبعدين ربنا يقول له في القرآن والله يعصمك من الناس، فربنا عاصم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا لازم نغار على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. يبقى صور الغيرة ثلاثة، أن يغار الرجل لله إذا انتهكت حرمات الله وإذا عصاه أحد، أن يغار لأجل رسول الله إذا تطاول عليه أحد، أن يغار الرجل على أهل بيته. نسأل الله أن يخلقنا بهذا الخلق، اللهم أمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني. صلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله، وجئنا إلى فقرة الفتاوى. أسأل الله جل وعلا ألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من مشاهد كريم يقول فيه: هل للعجز عن الوفاء بالنذر كفارة؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد، أن الله مدح من يوفي بالنذر وجعله ضمن الأبرار في القرآن، فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أوصفهم إيه؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لو نظرت أن أنت تطيع ربنا وفي بالنذر، طب نظرت أن أنت تعصي ربنا لا توفي بالنذر. طيب الواحد نظر لو شفى الله مريضي، أو لو وفق الله ابني أو بنتي في الثانوية العامة ودخل كلية اللي أنا عايزها، لأذبحن ذبيحة لله. دخل الولد الكلية وبعدين لم يستطع أن يوفي بالنذر، ما معهوش أنه يذبح ذبيحة ويوفي بنذره. النذر لا يجب على الفور، إنما واجب على التراخي. يعني النذر مش لازم ان انا انفذه الان، واجب على التراخي. متى يتيسر لك؟ طيب يا عم الشيخ لم يتيسر ولم استطع الوفاء بالنذر، اعمل هل علي كفارة؟ نعم، كفارة النذر ككفارة اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته ايه الكفارة؟ اطعام 10 مساكين او كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. شوف ربنا يقول لك إيه؟ واحفظوا أيمانكم. طيب أنا وفيت بالنذر يا عم الشيخ، خير وبركة، مش قادر أوفي بنذري، عليك كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، مش معايا مش قادر. خلاص في هذه الحالة تصوم 3 أيام، لكن الصيام يأتي بعد الإطعام والكسوة. لم تستطع أن تطعم ولا أن تكسو، عليك صيام 3 أيام، ويبقى سقط النذر عنك إن شاء الله والله تعالى. ورد إلينا سؤال آخر من مشاهدة كريمة تقول فيه: ما حكم اختراق شبكة الواي فاي الغير واستخدامها؟ يعني واحدة بتخترق شبكة الواي فاي بتاع جيرانها وبتستخدمها، حكمها ايه؟ اقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد، لا يجوز بحال من الاحوال استخدام شبكة الواي فاي بتاع الجيران او بتاع الغير
إلا بإذن منهم أو بتصريح منهم، فإن أذنوا لك فاستفيدي، وإن لم يأذنوا لك فلا تتطاولي على استخدام هذه الشبكة، لأنها حق للغير ولا بد من موافقتهم. طيب يا عم الشيخ، استخدمت وتبت لربنا ومش عايز أعمل كده تاني، أخبريهم واطلبي منهم أن يصفحوا عنك، قولي لهم سامحوني أنا كنت بستخدم شبكة الواي فاي، ما في دلوقتي بعض الشباب بيهكروا الباسورد ويدخل على شبكات الغير. نقول له لا يا ابني، هذا حرام، ولازم نربي أولادنا على كده، على الحلال وعلى الحرام. أطلب إن اللي أنت اعتديت على حاجتهم وخدتها بدون إذنهم أن يصفحوا وأن يعفو عنك، فإن لم يعفو عنك قيم أنت استخدمت بقد إيه، وتصدق بنيتهم، عل الله جل وعلا أن يقبل هذه الصدقة منك لهم وأن يتوب عليك، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يقولون فيفعلون، ويستمعون فيتعظون ويعتبرون، اللهم آمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.